قل هل تصح الصلاة على التربة؟ الأصل الصلاة على التراب أو على الأرض هذا جائز بالإجماع، والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية عند مسلم وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فثم مسجده وطهوره. فالقصد أن الصلاة على التراب لا شك أنها صحيحة مقبولة. وأما كما فهمت من السؤال المقصود التربة وليس مجرد التراب وإنما التربة، وعندما يذكر اسم التربة مقصود بها ما يصلي عليها الشيعة، ما يضعها الشيعة في صلاتهم يسجدون عليها، وهذه من البدع والانحراف. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف، كان يصلي حيث تهيأ له، فصلى على الأرض على الحصباء وعلى التراب وسجد على الخمرة وسجد على الحصير وأي ما تيسر. والصحابة رضي الله عنهم ربما وضع الواحد منهم كمه فسجد عليه أو سجد على عمامته، كل هذا جائز لا شيء فيه. وهذه مسألة شبه اتفاق بين أهل العلم أن الصلاة صحيحة إن سجد الإنسان على كمه أو على عمامته أو على سجادة أو على حصير أو على خمرة أو على الأرض أو أي شيء من ذلك أو على التراب أن الصلاة صحيحة. يبقى أمر وهو أن الشيعة يقولون لابد من السجود على التراب أو على الأرض أو ما أنبتت الأرض، ولذلك يسجدون على هذه التربة، والقضية ليست كذلك. أولا السجود عند أهل السنة وعند الشيعة أيضا مأمور للإنسان أن يسجد على سبعة أعظم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أرب، وفي رواية سبعة أعظم: الجبهة والكفان والركبتان والقدمان. هذه سبعة أعظم يجب أن تكون على الأرض في حال السجود، فالسجود ليس على الجبهة فقط، فأي عضو من هذه الأعضاء السبعة لم يصب الأرض لا تصح الصلاة، لا يصح هذا السجود. لو سجد الإنسان وضع ركبتيه ورجليه ويديه على الأرض ولم يضع جبهته على الأرض لا تصح صلاته، أنا أتكلم عن غير العاجز. وكذا لو سجد الإنسان ووضع ركبتيه وقدميه وجبهته ويدا واحدة واليد الثانية جعلها معلقة بالهواء بدون سبب لا تصح الصلاة. وكذا لو سجد ورفع إحدى قدميه لم تصب الأرض طوال فترة السجود لا يصح السجود ولا تصح الركعة ولا تصح الصلاة. فالسجود على هذه الأعظم السبعة مطلوب، ليس فقط الجبهة، وإنما جميع هذه يسجد المسلم عليها. وهذا في مذهب أهل السنة وفي مذهب الرافضة أنه يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة، فتخصيص الجبهة لا معنى له. فإن كانوا يقول نسجد على نضع هذه التربة لأنه لا يجوز سجود إلا على التراب، نقول طيب اليدان كذلك لابد أن تسجد على التراب، والركبتان على التراب، انزع ملابسك أو اكشف عن ركبتيك والتمس ركبتاك الأرض مباشرة بدون زولية أيضا بدون سجادة، وكذا القدمان بدون جوارب وبدون سجادة وكذا. ولماذا تفرشون مساجدكم إذن؟ فلتكن مساجدكم ترابا حتى تكون الأعضاء السبعة على التراب، ولا يخص هذا بالجبهة دون غيرها، فهذه أعضاء السجود سبعة وليس فقط الجبهة. هذا أمر. الأمر الثاني هم يخصصون أو يجعلون السجود على تربة معينة يحرصون عليها، وهي تربة الحسين كما يقولون تربة كربلاء، وهذا من الضلال المبين. أولا ليست القضية مجرد سجود على تربة، لا، هذه التربة مقدسة معظمة، هذه التربة يتبرك بها ويعتقد فيها، وجاءت عندهم روايات عن الباقر والصادق، وهي مكذوبة لا شك على الباقر والصادق لكنها معتمدة عندهم، أنه هذه التربة يسجد عليها وتقبل
ويتمسح بها بل ويأكل منها ويقول بسم الله، اللهم اجعلها شفاء من كل داء واجعلها خيرا وبركة. وعندهم أن هذه التربة تربة كربلاء لما أكلت له، فإذا أكلها الإنسان لشفاء سقم أو يذهب هذا السقم، وعندهم رواية أنها شفاء من كل داء، فهي ليس قضية مجرد يأكلونها ويتبركون بها ويعتقدون بها، فهي القضية ليس قضية التربة ويسجدون عليها. وهذا الكلام لا شك أنه من الباطل تماما من كل وجه، بل والله الذي لا إله إلا هو لا أجد هذا إلا شبيها بفعل النصارى مع الصليب. وذلك أن النصارى كما لا يخفى عليكم يعظمون الصليب، مع أنهم يقولون كذبا وزورا أن عيسى صلب على هذا الصليب، والله سبحانه وتعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ومعنى أن هناك شخص صلب يظنونه عيسى وهو ليس بعيسى عليه الصلاة والسلام، صلب رجل، فهم يعظمون الصليب الذي يقولون إنه أهين عليه ربهم، ربط عليه عيسى وسمرت عليه يداه كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: أعباد الصليب بأي حق يعنف أو يقبح من رماه، وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه، إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه، يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه. كيف تعظمون الصليب وأنتم تقولون أنه أهين عليه ربكم؟ أنتم أعداء لعيسى عليه الصلاة والسلام. والأمر شبيه جدا للشيعة مع كربلاء. الحسين ابن علي رضي الله عنهما لما وصل إلى كربلاء قال: ما هذا المكان؟ قالوا: هذه كربلاء. فقال: كرب وبلاء. الحسين يقول: كرب وبلاء. ثم قتل في تلك الأرض وخانوه في تلك الأرض وقتلوه غدرا الشيعة في تلك الأرض، ثم بعد ذلك يقول: نحن نعظم هذه الأرض. كيف تعظمون أرضا غدر فيها بالحسين، بل غدر أهلها بالحسين وخانوه وقتلوه وقال عنها الحسين كرب وبلاء وأسيل فيها دمه، ثم يقولون نحن نعظم هذه الأرض؟ فهل هؤلاء إلا أعداء الحسين رضي الله عنه؟ فالسجود على غير التراب صحيح، على السجاد وغيره وعلى الكم وغير ذلك صحيح لا شك فيه، ولو باشر الإنسان الأرض فهو طيب، ولكن ليس بشرط ولا بلازم. وهذه لا شك أنها من البدع، تخصيص هذه التربة للسجود عليها. والبعض يقول يعني عن طينة قبر الحسين أنها شفاء من كل داء وأنها لما أكلت له. ثم تعالوا من 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 كم وهم يخرجون هذا التراب، قبر الحسين قبر الحسين، كل هذا التراب ما خلص القبر؟ يعني معقولة هذا التراب باقي إلى الآن؟ كل ما هذا أخذ منه كل هذا التراب الآن هذه التراب؟ هذا لا شك أنه من الجهل والانحراف العقدي، وهي القضية في النهاية إرادة الخلاف، قصد خلاف أهل السنة بأي شيء كان، ومنها هذه المسألة، والله المستعان.